أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى أنه قام عليه الصلاة والسلام قياما حتى تفطرت قدمه؟ من طول القيام، لأن الله قال له: قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني أكثر الليل يقوم ويطيل القيام حتى تفطرت قدمه. وكان الصحابة يفعلون مثل فعل، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمته تقوم ما تيسر من الليل. نعم.